أهلا بحضراتكم. إمتى ممكن نفتح متحف للسيد المخلوع حسني مبارك؟ هتقول يا نهار اسود، إيه ده، بلال فضل ظهرت عليه أعراض الفلولية وبقى بيطالب بمتحف لحسني مبارك؟ لا الحقيقة إطلاقا، المشكلة أن مفيش حد في بلدنا بيفكر برا الصندوق، ولذلك فذاكرتنا دائما ضعيفة. وزي ما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: كل شيء في مصر ينسى بعد حين، اللي هو ترجمه أبونا نجيب محفوظ نثرا بعد ذلك لما قال قولته الخالدة: ولكن آفة حارتنا النسيان. الحقيقة إحنا أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى افتتاح متحف لحسني مبارك. هقول لحضرتك إزاي. بعد رحيل مبارك مباشرة عن كرسي الحكم، دعوت الناس إلى ألا ينشغلوا بنزع اسم مبارك من محطة المترو اللي بتحمل اسمه، بل بالعكس يحافظوا عليها كما هي، بس يحطوا تحتيها حصر لأبرز جرائم عهده بالأرقام وما جرى فيه بقى من فساد، عدد الناس اللي اتصابت بالسرطان، عدد الناس اللي حصلت في مصايب، عشان ينعش ذلك ذاكرة الناس، فلا يجدوا يوما ما من يجعلهم يحنون إلى أيامه لو رأوا أياما أسود ولا أسوأ لا قدر الله، زي ما حصل لما لقى عهد الملكية اللي يصوروا للأجيال الجديدة أنه كان أجمل عهود مصر على الإطلاق دون ذكر عيوبه ولا مخازيه، فالناس صدقت ده لما لقت عهد العسكر أسوأ، فقالوا والله أيام الملكية كانت أحسن. يمكن لو فكر قادة ثورة يوليو أنهم يعملوا متحف لما حدث في عهد الملكية بمحاسنه وعيوبه كانت الناس قدرت تقيمه بشكل موضوعي. أنا رأيي أن الفرصة لازالت قائمة وأن إحنا بحاجة ماسة إلى تنظيم متحف لمبارك. أيوة، متحف بيضم جرائمه ومخازيه وحتى إنجازاته، بتجد فيه على سبيل المثال للحصر كشف بأسماء ضحايا العبارة الغارقة اللي أفلت مغرقها من العقاب بسبب مبارك وصور ليهم، كشف بأسماء ضحايا قطر الصعيد المحترق مصحوبة بصور ليهم بدل ما احنا محولينهم لأرقام، كشف بأسماء ضحايا مسرح بني سويف المحترق وصور ليهم، كشف بكل ما تيسر من أسماء اللي ماتوا غرقا وهم بيهربوا في قوارب الموت من جحيم الفقر في عهده، قوائم بأسماء ضحايا التعذيب والقمع من كل التيارات في سجونه ومعتقلاته وأقسام شرطته، وحصر بعدد مرضى الأمراض المزمنة اللي داقوا الأمرين في سلخاناته اللي سميت زورا وبهتانا بالمستشفيات الحكومية. الحقيقة أنك هتفهم فكرتي بشكل أفضل لو ضربت لك مثل بسيط قريته لطريقة مواجهة الدول المتقدمة لماضيها المخزي. تخيل أنك بتمشي في شوارع مدينة أمريكية كبيرة ولقيت يافطة ضخمة أو لافتات ضخمة تدعوك إلى حضور أكبر متحف للعنصرية في العالم. والله زي ما بقول لحضرتك، دي الإعلانات اللي أنا شفتها، أكبر متحف للعنصرية في العالم. المتحف ده بقى سعادتك بيضم 9000 قطعة معروضة فيه كلها مليئة بمظاهر العنصرية ضد العرق الأسود بالتحديد. متحف اسمه متحف جيم كرو في ولاية ميتشيغان الأمريكية. متحف ده بيعرض ما وصف بأنه أضخم تشكيلة عنصرية في العالم، بتضم بدءا من لافتات للبيض فقط اللي كانت بتوضع على المتاجر والأتوبيسات وممنوع دخول الكلاب والسود، وصولا إلى رسوم كاريكاتيرية حديثة صورت باراك أوباما بوصفه قرد وإرهابي معروضة في المتحف. مين بقى اللي جمع التشكيلة دي؟ عالم اجتماع أمريكي من أصل أفريقي زي ما بيقولوها دلوقتي عشان ما بيحبوش استخدمه تعبير أسود اللون، اسمه ديفيد بيلجرم، قرر أنه يحارب العنصرية بطريقته الخاصة من أول سنة 70 لما لقى في سوق الروبابيكيا في ألاباما ملاحة بتحوي رسم عنصري لامرأة سودة أو من أصل أفريقي، فقرر أنه يقوم بجمع كل ما يجده محتويا على إشارات عنصرية، وقال لنفسه هذه الأشياء مش لازم تترمي في صفائح الزبالة، دي لازم تتحط في متحف عشان تخلي الناس تفكر بشكل عميق في أسباب التعصب وتعينهم ان هم يواجهوا التعصب اللي جواهم. لو انت شفت الحتة دي وضحكت او انبسطت يبقى جواك عنصرية، يبقى لازم تعالج اللي في نفسك. تخيل بقى لو احنا لقينا متاحف في بلدنا بتفكرنا بأسوأ ما فينا عشان نفضل نفتكره دايما، لو قمنا بإنشاء هذه المتاحف للأسف مش هيدخلها حد من أبناء بلدنا، هيدخلها السواح زي المتاحف اللي بنحط فيها أعظم ما عندنا وبيدخلها برضو السواح. لكن نقدر إن إحنا نربط الحكاية بالنظام التعليمي ونخلي زيارة هذه المتاحف جزء من منهج التعليم، نعمل لهم متحف عن ثورة يوليو بسلبياتها وإيجابياتها، متحف عن عهد مبارك بما له وما عليه وبالأرقام، ومش كلام كبير أو رطرات، لا كلام كله حقائق عشان يتعلموا بجد. حضراتكم في تركيا وانا معدي على احدى الطرق في حتة والله العظيم لا تتخيلوا انكم ممكن تلاقوا فيها متحف، وانا متجه من مدينة اسمها ازمير لمدينة اسمها تشانكلي في غرب تركيا، فلقيت الصديق التركي المرشد قال لي ثانية واحدة هوريك متحف حلو قوي هنا، وطلعنا في جبل لقينا مواطن تركي عامل متحف بسيط
في حتة أرض كده باني فيها دور. هذا المتحف تحول إلى واحد من أهم المتاحف، واليونسكو اعتبرته أثر ثقافي، واللي عمله مدرس ابتدائي في المنطقة. وعايز أقول لكم الحتة كلها غابة، يعني ما فيهاش عمران كبير. حاطط فيها إيه بقى؟ كل الأحجار اللي في المنطقة، كل النباتات اللي في المنطقة، كل الحيوانات اللي في منطقة محنطها، الأرانب اللي مش عارف التعالب الصغيرة. بدأوا الناس بقى السواح وهم جايين من بلدهم يجيبوا حاجات من بلدانهم يحطوها. لقيت في هذا المتحف تعبان مصري، تعبان الكبرى المصري وبتاع، فسألت في حد مصري جابه؟ قالك لا، ده واحد خواجة. ولقيت أثار من مصر صغيرة بسيطة جايبينها خواجات يحطوها في هذا المتحف. الروائي التركي الكبير أورهان باموك عمل متحف في اسطنبول اسمه متحف البراءة، وبنى هذا المتحف بربطه برواية هو بيكتبها. تخيلوا ان هذا المتحف فيه 4000 عقب سجارة متخدين من شوارع اسطنبول لإحياء ذاكرة الناس بالماضي، لكي يتعلم الناس من الماضي، وفي حاجات من تفاصيل الحياة في الأربعينات والخمسينات والستينات. تخيلوا في كم أشياء من حياتنا انتهت ونحس بالحنين ليها، غلاف لشوكولاتة كورونا، إزازة تيم قديمة أو مشروب غازي كبير قديم في فترة الخمسينات أو الستينات، تفاصيل كتيرة جدا من حياتنا بتتوه وبنساها لأننا ما عندناش القدرة على إحياء الذاكرة. واحد هيجي يسمع يقولك والله العظيم بلال فضل ده بيستعبط، يا عم متحف للمشروبات الغازية الشوكولاتة ايه؟ ده ما عملناش متحف للشهداء. فاكرين الحزق اللي كان حاصل اول ما قامت الثورة وقالك وهنعمل متاحف للشهداء ومتحف للثورة وانهم ولا بد وستين مشروع؟ وفي الاخر بسأل حضراتكم سؤال بعد سنتين على الثورة، هل شفتوا متحف للشهداء لحد دلوقتي؟ هل شفتوا متحف للثورة لحد دلوقتي؟ اطلاقا. وانا رأيي مش هنشوف بسهولة، لانه في مصلحة الناس ان هم ينسوا الناس الماضي القريب وينسوا الناس الماضي البعيد، عشان يفضل الناس مربوطين بالساقية اللي هم عايشين فيها وما يفكروش في امبارح فيكرروا أخطاء النهاردة فما يتقدموش بكرة. هل ندرك أهمية الماضي فنفتتح سلسلة من المتاحف تفكرنا بماضينا عشان ما نكررش أخطائه في المستقبل؟ ابقوا قابلوني، ما أقصدش أيأسكوا وإنما قصدي أفكركوا، ابقوا قابلوني بكرة في نفس الميعاد.